برحب بكل الأصدقاء المشاهدين اللي عم يتابعوا معي قضية اليوم ويلي بتحمل عنوان لمن القرار؟ لمن القرار داخل المنزل، للرجل أم للمرأة؟ إشكالية بتطرح نفسها وبتتكرر على مدى العصور، وكتير هي الزيجات يلي تصاب بالفشل بسبب هالإشكالية. مين يلي بده يقرر ومين يلي بده يخضع لقرار الآخر؟ شو بنعني بكلمة قرار؟ وشو سر هالإشكالية وتفاصيل غيرها رح نعرفها من خلال ضيوفنا، وهن الدكتورة كلوديا أبي نادر، كلوديا شمعون أبي نادر رئيسة مجلس الفكر وأستاذي جامعية، والبير نجيب بعقليني نائب رئيس الجامعة الأنطونية والمدير المالي والإداري فيها، وهو اختصاصي بلاهوت العائلي، واثنيناتهم عندهم مجموعة من الكتب بشؤون المرأة والعائلة. أهلا وسهلا فيكم أبونا، صباح الخير. صباح الخير. أهلا فيكي. بداية إذا بدنا ناخد كلمة قرار، شو منعني بكلمة قرار؟ بداية صباح الخير، ونشكر استقبالكم لنا لحتى نقدر من خلال هاللقاء نوصل بعض المبادئ والأفكار حول القرار، ويمكن بده وقت كتير. هلأ عادة لما نحكي نحن بالقرار منروح نحن هو القرار السياسي، نعم. ولكن قبل ما نحكي بالقرار السياسي اللي يمكن المرأة محرومة من حق انه تقرر مع الرجل بمصيره ومصير الاخرين، وتقرر عن حالها وتقرر من اجل الاخرين. بالسياسه عم تقصد ولا بالحياه؟ بس عم بحكي بالسياسه انا، لانه دائما بنحكي على القرار والقرار السياسي. نعم. القرار بالنهايه فينا نقول انه الشخص بده يعمل قرار بده يكون نوعا ما مثقف متعلم ليقدر يكون عنده حريه داخليه، اراده، يكون عنده قوه اقناع، يكون يعرف يعمل مقارنه، يقدر يعمل تحليل، استنتاج، بعدين تقويم، بعدين تغيير استراتيجية. يقدر يكون منفتح، تواصل واتصال وحوار، كل هالمكونات ليقدر الشخص يكون يتحمل مسؤولية ويقدر ياخذ قرار. ما فينا نقول لشخص خذ قرار وما عنده هالمقومات. صحيح. يمكن مش كلها، واكيد ما بتقدر واحد يجمعها بالكل، ولكن نوعا ما بيكون عنده بعض المقومات الأساسية والضرورية ليقدر ياخذ قرار يكون سيد نفسه، وهالقرار ما يكون عبثي. مش معناتها ناخذ قرار نتسلط على الآخرين أو ناخذ قرار عشوائي، ولكن يكون قرارنا مدروس. فإذا أنا برأيي، ويمكن بتوافقني الدكتورة فيها تعارضني. توافقي ولا بتعارضي الرأي؟ هو إذا بدي أختصر بجملة، حضرتك قلتي كيف بنحدد القرار. القرار أول شيء شو معنى قرار؟ شو معنى القرار؟ القرار لما بتاخديه يعني أخدت خطوة جديدة، وأكيد أكيد شو أهم النتيجة تبعه؟ تغيير مجرى الأحداث. الحياة بتكون ماشية بطريقة ما، تعطيها تحويلة، تحويلة ممكن تكون صغيرة مثل بالحياة العائلية كل يوم، تحويلة كبيرة كبيرة، قرار بالزواج ممكن يغير كل هالمؤسسة بالزواج، وتحويلة وطنية واللي حكي عنها الأبونا، مشاركة المرأة بالقرار السياسي. الكرة الأرضية عم تشتغل عليه، مش بس نحن بلبنان. نعم. وخصوصا الأمم المتحدة عم بتركز، وعم بتركز أكتر شيء على المرأة. مثل ما بتعرفي الأبونا وأنا كتبنا كتاب المرأة والتنمية. نعم. ما في تنمية بأي مجتمع خارج المرأة، خارج مشاركة المرأة، مشاركتها عندها حقوقها وإثبات حالها بمجتمع، من عائلتها لمجتمع. طب لحتى الإنسان يأخذ قرار بده يكون صاحب سلطة. السلطة هون هل بتكون بالقوة أم بالمال؟ يعني من وين بتنبع السلطة؟ بتنبع من الاثنين. القوة طبعا حضرتك عم تحكي بالنسبة للرجل من ألوف السنين. بتعرف المرأة كانت تضل بهالمغارة، عم نحكي المجتمعات البدائية، وهو كان يتعرض للموت يحارب الوحوش. وهالوحوش تحولت فيما بعد إلى وحوش اجتماعية. بتعرف ضراوة الربح، الكسب. وبالتالي هو مظبوط في عنده انه هو رجال، في منطلق دائما خفي حتى بالقرن الواحد والعشرين، بس كان يعتمد على عضلاته بالاول، يثبت حاله طبعا، وبعدها لهلا. نعم. انه اذا صار مشكله هو في حلها جسديا، ولكن قوه القرار بتنبع من الداخل، من الايمان الشخص بحاله، بثقته بحاله انه هو قادر على اخذ قرارات، عنده كفاءه، عنده مؤهلات بتخوله انه يقدر يكون ديسيجن ميكر، صاحب قرار. والقرار بالنهايه بيعمل منك اهم كلمه. شو عم بيشتغل عليها هلا العالم؟ لو ليدرشيب،
القيادة. نعم. يعني القيادة هلا بالبيت في الرجل والمرأة. طب تغيرت قيادة. مفاهيم القوة من العصر الحجري أو من لا طبعا ما قلت لك صارت قوة داخلية. قوة داخلية بمعنى. ولكن المال ما ذكرت لك هلا حتى بالمنزل أو بالمجتمع مصدر اللي عنده مصدر مال هو مصدر مالي يحترم غصب عن اللي ما بده. يعني المال يفرض الاحترام يفرض الهيبة يفرض السلطة يفرض انك تفرض حالك. المال مفتاح كل شيء، الحروب وغير الحروب. المال كتير مهم طبعاً. وبالتالي لما المرأة مش معناتها انه المرأة اللي ما بتشتغل ما إلها وجود هيبة، ولكن بيعطيها هالة ما عندي اياها. المراه اللي بيقولوا عنا لا تعمل عيب عليهم، هي تعمل كثيرا في نعم. المنزل، ولكن المال والقوه سوا بيشتغلوا. نعم. حب زيد شيء الدكتور ابراهيم، اكيد المال هو سلطه. نعم. ولكن لنصنع القرار بحاجه لمال وبحاجه لسلطه، فلان ناخذ نحن باشياء في المنزل او بالعمل. نعم. بكون مسؤوله السيده، بس مش ضروري يكون مع عميل، بس انه القرار مثل ما قلت اذا ما مع عميل هل المشاركه نحن يعني هلا مثلا صار في انفتاح علمي، المراه خرجت للعلم صارت عم بتنال شهادات عاليه، هل الانفتاح العلمي ومشاركه المراه في العمل يعني بيخولها انه تكون هي بسده القرار بسده السلطه داخل البيت او بالعمل، حتى بتكون بمركز تقدر هي تقرر إن كان داخل المنزل أم داخل السلطة، أم لا تزال هناك العقلية السائدة إنه القرار رغم إنه قد ما كانت المرأة تعلمت وكانت قادرة تاخذ قرارات لازم تكون القرار للرجل؟ أكيد هذا للأسف إنه بعض المرأة ما قدرت أو ما خلوها تقدر تتوصل إنه تكون مشاركة بعض المجتمعات، وحتى بالمجتمعات المتحضرة والصناعية عندها حضور فاعل، ولكن بعد ما وصلت اللي لازم توصل له ومن حقوقها انه تكون هي مشاركه في القرار السياسي. بس ابونا المجتمع حاليا الاوروبي والامريكي غير الاسيوي سوا بيقرروا غير عنا، بدنا نكون واعيين. ايه اكيد نحن سوا الرجل والمراه داخل المنزل، ولكن بعد هلا ما في نساء بسده السلطه باوروبا ولا بامريكا بالانتخاب. يعني معناتها انه المساواه بعد ما وصلت؟ لا ما في. هي المساواه انا دائما بحكي فيها ما بتعني لي انا هي المشاركة. ككلوديا ابي نادر شو المساواه؟ لا راح اقعد محل الرجل. نعم. لا راح يقعد محلي. كل لا انسان لا ذكرت انه داخل المنزل اثنيناتهم بياخذوا القرار. صحيح. بس انه هذا ما عم ينسحب حتى على الصعيد العام، بس يمكن داخل المنزل بالدول المتحضره عم بينسحب بس بشكل سهل الكوتا. نعم. ومع هيك مثل ما قلتي بعد مش قد طموحات المراه. مثلا شفنا هلا مثلا انه مراه ما وصلت لسده الرئاسه بامريكا. نعم. مع احترامنا اكيد للي وصل يعني، بس ولا بمثلا بعد بدوله اوروبيه غير بريطانيا اكيد يعني، وغير الملكات ملكه بلجيكا اللي ما بي يعني هيدي وراثي، هيدي مش هن اصلا انه يعني مش من الحاكمين الفعليين يعني. نعم. انه بعدنا عم نشوف في شغله عم شوي عم نضيع الموضوع. لا بس حتى عم نروح على السياسه، موضوع القرار السياسي ما انت اللي بلشت بالسياسه. مزبوط. القرار بده يكون سنحكي عن القرار. اكيد. نعم. في مشاركه اليوم باوروبا والدول المتحضره بيشاركوا في صنع القرار في المنزل في اخذ. نعم. القرار. وبرجع شوي لورا اللي قلته دكتوره كلوديا انه اليوم القرار مش بس انه بالميل او نغير، لكن انا في عندي موجود بمهمه وظيفه اخذ قرار مسؤوليه، هل انا قادر اوصل هالقرار للنجاح؟ يعني قادر اللي معي عم بيشتغلوا معي قادر انا نجح الهدف اللي بده اوصل له؟ فمشان هيك اليوم اكيد باوروبا والدول المتحضره اكيد الامراه بتشارك في القرار في المنزل في الحياه الاجتماعيه من المجتمع المدني ومؤسسات كبيره مستلمتها موجوده، بس بعد القرار السياسي عندها وجود. طيب ابونا بيقولوا المراه ما فيها تاخذ قرار لانه المراه عاطفيه تستبعد من اخذ القرار لانها بتشغل عاطفتها اكثر من عقلها، هل انت بتوافق هالراي؟ اكيد لا، هذا اليوم هذه كليشيه بنسميها انه موجود المراه مش قادره تاخذ قرار، متحيره بعد ما عندها الجراه ما عندها الطموح يعني او بتشغل عاطفتها خوف من المغامره كلها كليشيهات، مع انه الرجال بيغامر اكثر واحيانا بياخذ لك قرارات معود وبيخبص كثير، بس لانه رجال ولازم يغامر يكون رجال بعتقد هيك يعني طبعًا. اذا ما غامر ما بيكون رجال، ما هو بيربى ثلاث ارباع الوقت خارج البيت، المغامره عنده صار جزء منه. نعم. البنت لقى محاطه على طول. بس سريعا بقول لما قلتي على القرار وخصوصي القرار نوعا ما سياسي، رشيده داتي بوزيره العدل بفرنسا بتعرفي عملت المستحيل
لأنه هي أولا عربية جزائرية، واثنين امرأة، يعني وصلت لوزيرة العدل، مطأوها كلهم بوزارة العدل، ولما وصلت عملوا عليها مثل استراتيجية لحتى يحاصروها. وكان مطلوب منا من ساركوزي بالذات رئيس الجمهورية تطبيق سياسة جديدة قضائية، لأنها ذكية ولأنها وسئت إنه اللي بياخد قرار صح لازم يفكر صح، وبياخد قرار صح قليل يغلط. طبقت اللي بده اياه ساركوزي رغما عن إرادة القضاة. ساعتها استهبوها، معناتها أنا مش فزعانة منكم، وما خسرت وجودها صحيح قدام مين كان وراء تعيينها وزيرة عدل. نعم. وبالتالي برجع بقول الوثوق بالذات. نعم. حتى هي بقلب بيتها ما كانوا واثقين يوما ما، مثلا أخذت عملت حقوق قالت لك أهم باب لفوت لأهم المراكز. نعم. يعني هون بدنا نيجي للتربية، نرجع للتربية. هلا حنيجي للتربية كمان، بدي أعطي مثال على ذلك المرحومة بنظير بوتو، يعني لقديش كانت هي سيدة قرار و سيدي وصلت للسلطة، ولكن كمان رجعوا حطموها قبل ما ترجع تاخذ. يعني بنظير كان بي مسهل رشيدة داتي من عائلة فقيرة جدا. نعم. ومن بتعرفي هودا اللي قاعدين بهالإحياء الفقيرة اللي ما بعمرها بتحلم كانت بوظيفة عادية. أما بنظير كان ديجا بي، ايه، ولكن ما تنسي كمان المجتمع اللي طلعت فيه اللي كمان صارت رئيسة فيه، متقدمين علينا باكستان والهند اللي بشكل الهند سدس الكرة الأرضية، متقدمين علينا بكتير. انه لما بتقولي مثلا رئيسة وزارة بريطانيا قديش عددهم مهم كتير كقوة، بس عم تحكي بسدس الكرة الأرضية ومتعصبين أكثر من غير المناطق بكتير. نعم. وقدر يدارك المليارات ملايين والدين بيأثر عنده. أبونا شو تأثير التربية على اتخاذ القرار، خصوصا يعني إن كان للذكر أم للأنثى؟ يعني قديش التربية هون بتطلع شخصيات قادرين ياخذوا قرارات ولا لا؟ ما هي نحن مشكلتنا من التربية. يعني من الأساس تكوين الإنسان، كيف بيتربى، كيف بيتثقف، كيف بيعيش ببيته، بالمدرسة، بالجامعة، بالمجتمع. اليوم بتعرفي إنه الرجل مصنف للعمل خارج المنزل، هو بياخذ القرار. الإمرأة مصنفة بعض الأفكار الموجودة عند الناس بالمنزل ما إلى حق، نهتم بالصبي، نترك البنت انت تشتغلي هالاشياء بالبيت، هو بيعمل غير شيء. يعني هيدي بالتربية اللي عنا اليوم عم بتأثر انه الامرأة ما فيها تاخد تشارك في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى في منزلها يعني. وبالنهاية نقول انه التربية هي ضرورية واساسية انه نرجع نحيها. بشوف اليوم بالمجتمعات اللي مثل كندا للتربية المنفتحة الشاملة المتكاملة بترك الولد على حريته. يعني بيقدر يكون يعودوه على الاستقلالية، يعودوه على الحرية الداخلية، يعودوه على الإرادة، يقدر على الإبداع. إذا ما قدر عمله هالشخص، طب كيف بدك تطلب منه إنه يوصل لقرار؟ كل وقت مكبل، كل وقت واحد تعمل انتبه أنت ما لك حق تعمل. أنا عندي اقتراح، مدرستكم وجامعتكم من أهم المدارس، المدرسة الأنطونية، الرهبنة الأنطونية، وبعرف والولاد عندهم فرحين. ولكن هل بالابتدائي لنقول عودتون انه يعملوا لجنة بتحكي باسم الصف؟ انا عم بستفهم لان ما بعرف. في بالابتدائي، مش بالتكميلي يمكن بيعملوا انتخابات وبيكون مسؤول لجنة بتحكي باسم الصف، بيقرروا بالاشياء الصف، بيشاركوا بيتعودوا ياخذوا القرار، يتعودوا يصنعوا للقرار. والقرار اكيد ما يعني انا بدعيكم بلشوا بالابتدائي. يعني ليه ذكرت المدرسه مثلا؟ ما قديش المدرسه بتاثر هل تاثير اكثر من تاثير البيت؟ هلا صار اكثر من تاثير البيت. عم نعمل عكس، يعني الحركه المستقبليه عم ترجع لورا. بدال مع التكنولوجيا والعلم، الامهات لنحكي بمجتمعنا، الامهات يكونوا اكثر حاضرات ذهنيا لكل شيء اسمه تربوي. للاسف ما في حضور. هني بخمنوا اذا حطيناهم باحلى مدرسه، اذا جبنا لهم احلى ثياب، احلى معلمات دروس خصوصيه عملنا العلاج. لا، هني هيدا جزء المدرسه. المدرسه المهمه هلا عم بتقولي بالاولاد. نعم. وعم بتطلع منهم شيء
اما لو تركوا بالبيت ما كنت رحت. اكيد انا بزيد مدارس عم تهتم بالتربيه، في تكامل بين البيت والمدرسه، يعني اذا المبادئ اللي بياخذها بالمدرسه ما بيعترفوا فيها بالبيت او عم يمارس ضدها بالبيت، بيصير في تعارض ومواجهه وبقولوا شو بتقول له، شو عم تقلل ادب، هو ما عم بيقلل ادب، علموه انه بالمدرسه حريه الراي، انه يكون عنده قرار وفكره الخاص. نعم. هن مش معودين عليه، مشان هيك عم بقول المدارس المهمة عم تعطي اللي لازم ينعطى قبل أو يتكامل فيه بالبيت. نعم. في شغلة بحب زيد، إنه من الأشياء للطلاب والتلاميذ بالبيت، للأسف بالمجتمع الشرقي عندنا نوع من التفرد، ما بنعرف نشتغل بمجموعة. مزبوط. والقرار تيم ورك معنا يعني احنا، والقرار بده تطلعوا المجموعة، وهون تقدر انت تتناسق ايه تتناغمي مع المجموعة لتعمل قرار. بفتكر نحن بالشرق انه انا قررت، انا باخد عملت خيار والخيار انا قررته انا بدي نفذه، بس بعض المرة ما شوف كيف مبني هالخيار وهالقرار، كيف انصنع وين بده يوصلنا. مشان هيك بعدنا بمدارسنا وجامعاتنا عم نتطور فينا نقول لنقدر نعود الطلاب ليكونوا مستقلين، ليأخذوا مواقف حكيمة وجريئة بس بذات الوقت تكون مضبوطة. بالمدارس والجامعات الأمريكية أنا عم بحكي على شيء عايشته وشفته. نعم. بالدورات اللي عملتها من هني وصغار يعلموا يقف نص الصف، بياخذوا موضوع بيقولوا له أعطيه رأيك، او في منهم بيستحوا بعدين بيتعودوا على القياده من هن عمرهم 3 سنين. نحن هي ما في منا. نعم. ومعظم لحد هلا حتى بالجامعات معظمهم بعدنا سيستم كوف ماجسترال بسيديكتو، بس انا ضد هالشيء. تلقين يعني ما بيعلمون. انا اول مشاركه لهم هالمشي المشاركه، حوار كيف. نعم. الحوار قلت لهم ما بنعزم ولا مره بلبنان على ندوه حوار غير ما بيقتلوا بعض، لانه الحوار بعلمهم انه كيف الواحد يصغي للاخر. نعم. يحترم قول الاخر ويناقش معه. وبالنسبه لهالقرار اللي قلتي، اي قرار سياسي بعده لهلا. نعم. المئات المئات انا بشوفهم بالضياع، بحط لها الورقه الانتخابيه بجيبتها، ومش بس هو فرض الاسماء، بيقول لها اصحى توقعيها، هيدي جايبت له الولاد ومربيتهم، وبيقول لها انتبهي فلان الفلاني ممكن يغير لك عقلاتك، اصحى يضحك عليك مره مؤسسة عائلة، بقول لها اصحى يضحك عليكي، أي قرار عم تحكي عنه سياسي هون؟ شوفي الفجوة الكبيرة. طيب، هيدا شو دور الأم هون؟ يعني الأم إذا كانت الأم الحاضنة المامابول، أو إذا كانت أم متسلطة أو أم خاضعة، قديش بتطلع أولاد إلهم شخصية؟ هوت 3 نماذج. خلينا نبلش بالأم الحاضنة. لازم نلغيهم هوت 3 نماذج. نلغيهم شو بدها تكون؟ نلغيهم. خلينا نعطي ليش بدنا نلغي مامابول؟ التي يلي بدها بعد شوي تاكل عن ولدها بالنسبة لها هيدي التضحية، هي عم يلي حاضنته اللي قتلته بحضنها، عم تقضي عليه، يعني ببطل عند أول 10 رح يوقع، مازال مش عم تخلي له القدرة على التكيف مع المستجدات ومواجهة الصعاب. المتسلطة قضيت له على شخصيته بالمرة، هوني أبدا ما بقى في أمل. نعم. والتالتي شو عطيتينا؟ الضعيفة خليه يقول الضعيفة بعقليني. ما هل مشكلتنا نحن أنه الإمرأة بالشارق خاصة عم تربي هالأجيال وعم تربيهم بطريقة عدم الحرية. نعم. واستعمال الحرية، والرجل هو الأساس بالبيت والركن إلى ما هنالك، ما عم بيربي هالولد. هي عم تعطيهم الإكزامب لما تكون هي مستسلمة وضعيفة وما عندها ببيتها مع جوزها تعاطي، عم بيكون ضعيفة ما بتاخد قرار. هيدا بالنسبة لبتكون هي المثال بالنسبة للبنت ولا للصبي كمان لما تكون امرأة مستسلمة وضعيفة؟ كيف شو هي شو بده يطلع عندها مش ابن؟ مش مثل لحدا، هذه كارثة يعني. يعني في وجهتين. نعم. انه اليوم البنت لازم تكون ضعيفه، بس لازم تكون ضعيفه تكون قويه بس بحنان. لا لما البنت تشوف امها هالقد ضعيفه ومستسلمه بتتاثر. البنت كثير بتتاثر. نعم. اذا بنحكي على النفس يعني ممكن تكون عندها رده فعل عكسيه، الصبي على استسلام امها قليل لتزمت، بس يعني قليل. الصبي وهو صغير كثير بيتاثر بضعف الام، لانه هي مصدر الامان هو صغير. نعم. وساعتها صار في قمع من اللي بده يكون مثال له الذكوري اللي هو البي، وبالتالي صار منقول بين شقوفين، وشخصيته بتتزعزع بالكامل. نعم. في منهم بيزمته بس مش كتار. نعم. ربما يحصل له حقوقه ولكن بيرجع بعيد الكرة. نعم. يعني مثل ما شاف امه بعامل مرته هيك وبناسبه، لانه هذا الشيء بيخليه يكون عايش حر ومرتاح بدون وجعة راس، لانه كل شغل بده يعملها بده يستشير مرته. ليش استشيرها؟ بعمل انا وانت نفذي انا. فاذا الامراه الضعيفه او ثلاث الامثله النماذج المتسلطه، شو رايك فيها؟ كيف بيطلعوا الاولاد عندها متسلطه؟ بالنهايه عم تقتلهم
مش معناتها انه القائد هو متسلط، بده يكون حازم، بده يكون نعم. عادل، بده يكون قائد صاحب سلطة مش متسلط. نعم. يعني فرق انه متسلط يعني حد من الافكار الاشخاص، المتسلطة يعني ضغطت له شخصيته لهالولد، عايشته بالكبت بالخوف، بعدين بنشوف انه تصرف منه مزبوط. عشان هيك الاشخاص المضبوطين كتير والمضغوطين كتير بيتصرفوا تصرفات بالمجتمع مع الوقت للاسف لنقول يرتكبوا جرائم في انحراف يعني انحراف على جميع الاصعده. عشان هيك انا بقول في الامراه المتوازنة والواقعية والمنفتحة عندنا ما بتقشع الأمهات، يعني بيكون هو صفر بتقول عنه عبقري، بكون شاطر وبيشتغل بتقول ما بيعطي كفاية، لا بدنا نقشع، لأنه إذا ما بتعلمي الولد يقشع الواقع هو كمان رح تكون رؤيته ناقصة مذهولة. نعم. مذهولة، ما بيقشع مزبوط، بصير يقول مثلا مديري منه عادل، بكون هو منه كفو، بقول جاري لئيم، بكون هو بيتصرف غلط. لما بتزغلي الصورة الحقيقية من هو وصغير، يعني كيف الأم بدها تعود ولدها يقشع يشوف صح يواجه، يعني حتى لأنه لو كان غلطان بدها تقول له أنت غلطان، ما تضحك عليه، ما تفرجيه صورة مختلفة عن الصورة الحقيقية. يعني أنا بحكي لك قديش بتشوفي أمهات مثلا، لأنه في نرجسية الأم هون، قديش بتشوفي الأمهات بيمارسوا هالدور، قد ايه هن هالقد صادقين مع نفسهم ومع اولادهم؟ انا واقعيا وموضوعيا كثير واقعيه، مع ولا مره غير ما قلت الشغله باسمها، وقت تحين وقت الاشياء توضحيها، لانه بالحياه الصبي بده ينقال له اشياء بوقت معين، والبنت بوقت معين لما يصير في صدمه، صدمه بجسده، صدمه بنفسيته وبمعاطاته مع الاخرين، بدك تستفيدي كثير. اول شيء بدك اشراف، مش حبس، اشراف من بعيد، ويحس الولد انه انت موجوده بس مش واقفه بدرب تحرره اللي عم بيصير تدريجيا. وهون الدور المهم، انه بهالوضع الصعب كثير هلا اعلاميا، الانترنت، التلفزيون، الولد يعني بالمراهقه، ما فيك تخلي حدك طلع ضعيف، ما فيك تتركيه على راسه، ان كان بنت ولا صبي، صار في فلتين، بدك تعرفي التوازنه المهمه كثير صعبه، بس بدك اكيد تكوني موجوده. نعم. حاضرة دائما نفسيا وجسديا. انا بس عندي سؤال، بعد في عندنا 5 دقائق ونحن يعني هذا لب الموضوع، اللي بيقولوا السفينه ما ممكن يقودها 2 قبطان، مين اللي بده ياخذ القرار داخل المنزل؟ اوكي، قالت دكتورة كلوديا انه بالغرب اثنيناتهم بيتشاركوا بالقرار، ولكن لما نوصل لمرحله انه في قرار بده يتخذ وشخص واحد بده ياخده، هلا انا برايي ما في شخص، كيف لازم يتخذ القرار؟ ما في شخص واحد داخل المنزل، ما في شخص واحد بياخذ القرار. طيب. من داخل المنزل في شخص بينفذ القرار، يمكن نعم. بيتقاسموا الادوار، وهالقرار بيصنعوه مع بعضهم البعض، ربما بعض المرات بيكلف، كيف يعني مهمة. بالحوار، بالاخذ والعطاء، كل واحد يعني بيقول وجهه نظره. طب اذا تعارضوا هالوجهات النظر؟ بيتعارضوا، بالنهايه بده نوصل لكونسنسوس، لمساواه، او بدنا اتفاق تسويه، بس فيها متفقين على نعمل تسوية هالمرة. نعم. بس ما ننزع منها التسوية، حدا ربح وحدا خسر او ضعيف وقوي، ان هي ما عملنا شد حبال بالنهاية، وعم بيعملوا حياة مشتركة مع بعضهم البعض، بدهم يتناغموا قد ما فيهم ليقدروا يعملوا قرار سليم. طب قديش برأيك لما ننعمل تسوية الرجل ما بيلوم المرأة اذا حدا فشل بالقرار، او انه هالتسوية فشلت، مين اللي بيلوم الثاني اكثر شيء؟ الرجل معروف على طول. لا هيدي معروف، الغلط وين ما صار الا الحق عليك. ايه؟ هو ما بينلام، صار الستات شاطين، هلا بيلوموا يحتج مع حسام ما اتبع على سوسن. صدقني لما يصير في غلط المره بتقعد على جنب، بس الرجال دغري بينزل بيلوم. سوسن دائما بيقولوا الباخره بدها قبطان. انا بعطي الطياره، نحن هلا صرنا كثير متطورين، طلعت شوي عن الارض انا. اوكي، الطياره فيها بيلوت وكوبيلوت. اوكي، قائد. طب مين البيلوت ومين الكوبيلوت بيكون؟ بيقود الطائرة. هلا لما بيقود الطائرة صار اضطرار ما بيقعد محله، بس هيداك سوا. نعم. يعني دائما في طلع مثل الترمومتر، مثل الميزان. انا هيك بعمل التشبيه،
وبالنسبة لي طبيعيا يلي أفهم بنقطة ما نعم. أثق فيه أكثر يعني مش صاحب السلطة هون اللي بده يعني مش اللي معه المال لأنه أحيانا كثير الرجل بيتسلط لأنه هو صاحب المال أو المرأة بتتسلط أنا ماني عم بحكي عموما وأنا عم بحكي اللي لازم يصير ومعك حق لأنه هو صاحب المال هو اللي أكثر شيء وين ما كان إن كان بالعمل ولا بالبيت ولا بالسلطة هيدي عم بتصير بس نحن كيف بدنا نربي ونوعي ما هي شغلتنا إنه معناتها اللي أشطر بميدان ما يعني هالأم اللي بتضل مع أولادها أكتر تعرفهم أكتر من جوزها نعم. إذا صار نقطة ما بالتربية بذكي لازم يخلي ذكاء زوجي إنه ياخد المادة الأكتر طيب دكتورة كلاودي حتى ما يقولوا إنه إحنا صاحبات القرار بالحلقة خلي له الكلمة الأخيرة لأنه لأنه ضحك كيفني معك الكلمة الأخيرة لألك بالنسبة لهالموضوع أنا ما رديتوا لي القرار لا بس رديتوا لي إنه أقدر أشارك معكم أشكركم لأنكم شاركت معكم بصنع القرار لكن اليوم هي بنرجع شوي للتربية يعني الأم مش ضروري تكون عاملة علم نفس ومنا كلنا مطلعين على علم النفس اليوم ولا ما امهاتنا ما كانوا عالمات نفسه ولا درسوا على نفسه ربونا احسن تربيه في قيم اخلاقيه وانسانيه موجوده نعم. كلها بنعرفها مش ضروري يكون حد درسها بالمدرسه يعني الشفافيه الصدق الاحترام الاخر هودي كلهم بيعودوا الشخص يعمل شخصيه يقدر يوصل وقت مع الاوقات ياخذ قرار القرار بدك تحترم الاخر تسمعي له اذا بتكون انت مسؤوله صعبه لتاخذي قرار مش معناتها انه بريفيليج او شيء مهم انه انا عم باخذ قرار وكذا امتياز يعني لا بس انت لما بتاخذي قرار عندك كذا شخص بدك تشاوريهم تاخذي معهم وبعدين بدك تحاسب وتحاسبي حالك هون ما فيها مسؤوليه وتحمل تجاه نفسه وتجاه الاخرين عشان هيك نتمنى نحن المراه تشاركنا في القرار نعطيها دور بالقرار السياسي ولا في المنزل وما كان انه بالنهايه رجعت الذكوريه نبقت شفتي بتمنى المراه تشاركنا في القرار يعني دائما القرار الرجل تشاركوا المراه ما لانه ما هو لانه هو بتشارك مع المراه بالقرار انه الرجل للاسف ما عم بيسمح لها مجال وهي كمان بعض المرات ما عم تعرف تسوق للاسف التغيير شغله حالها تقدر تكون هي مكنه من حالها تكون قادره تواجه تعرف تحاور تكون سلسه الى ما هنالك نعم. لانه هي خايفه وما عم تهجم طيب كيف بدها هو مبسوط انه ما عم تهجم خليك على جنب بس لما هي بالعقل وبالفهم وبالمنطق وبالحوار تقدر هي تاثر وبيقدر هو يريح حاله وبيرتاح بتاخذي عني ريحيني اذا كانت هيك مش رح يقول لا الا اذا كان متصلب صحيح عنيد على الفاضي بس اهم شيء بجمله اتفضلي. انه الاولاد ما يشعروا انه واحد على طول عم بيقرر نعم توقع صوره الاخر الاهل الشق من الاهل شو رايك انه الاولاد يشاركوا كمان بالقرار مثلا انه يكون في هيك اجتماع عائلي اذا في شيء هيدي التربيه الصحيحه لو على الاشياء البسيطه مثلا بدنا وين نقضي الاجازه هالسنه مثلا نعم. انا بدي اشكركم الاب نجيب بعقليني دكتوره كلوديا شمعون ابي نادر دائما كتبكم عم تغني مجتمعنا عم تغنينا بالنسبة للتربية للمرأة لكل قضايا الأسرة شكرا وأهلا وسهلا فيكم شكرا لكم أصدقائي لهون بينتهي لقائي معكم أنا برجع بطلع عليكم نهار الثلاثاء بإذن الله تضلوا بألف خير